السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هز دماغك معايا يا جماعه، اهو الرشات دول ظبطناهم، غيرنا لهم طقمين اصلاح. تمام، ركبنا في الرشات دي طقمين اصلاح يا جماعه، اصلاح اللي هو تحت فيش الكهرباء، الاصلاح دوت اللي هو بيهرب جاز، بيخلي العربيه هو سخنه ما تدورش معاك لله ما تكرج لها. تمام، وبيرمي دخانه سودا بعد طلعه المطب وعباده الامعيته، وفيها نفضه على السرنسيه تشتغل ثلاثه. تمام، فالاصلاح ده بيختلف العربيه خالص، العربيه بقاش فيها مشي. تمام، هو نزلنا الاربع رشات. هات يا ابني الاربع شواكيش. الشاكوش ده يا جماعه ساعات بيطرشق برضو من كتر الرباط الجامد، تربط على المسمار ده جامد، الشاكوش ده هيطرشق منك، الرشاش هيطلع فين؟ من مكانه عشان كبس البستم طبعا. مش بتوصل رايي. سوري على اللفظ ده بقى يا جماعه. انت حمار؟ انت حمار يا حمار؟ شبط يا ابني كده. دي ماسورة الراجع يا جماعة، الغاز اللي بيرجع بيجي هنا كده بيدعم الماسورة دي ويرجع فين؟ على التانك ورا اللي هو الغاز الفايض الزيادة، الرشاش بياخد كفايته والغاز بيرجع. الماسورة دي بعد أحيانا يا جماعة تبقى مبوظة وردة أو مقطومة أو الكامة، الكامة بتلحق في الماسورة دي هنا بتعورها هنا بتجرحها، أثناء بتدور بتعبي المكنة جاز كده، المكنة بتجيبس معاك سبيكة أو بتعبي جاز لأنك مش بتضرب حاجة أصلا. تمام، بتحل ضبط الزيت بتنزل لك بدل ما 5 زيت تنزل لك 10 كيلو زيت. تمام، فاحنا بنخلف هنا خراطيمنا بتاعت الجاز ونكارج ونشوف الماسوره لو فيها اي حاجه بنعملها قبل ما نقفل خالص، عشان لو قفلت مفيش حاجه هتظهر معاك. تمام يا ابويا، بيبقى 12 يا ابني، بيبقى 12 يا حبيبي. تمام يا جماعه، والغطا يا جماعه الجوان لازق هنسيبه زي ما هو زي ما انتم شايفين. تمام يا جماعه، الغاز عندنا في مصر والله كل اسبوع تحل الرشات بسبب الجاز، كل اسبوع تحل الرشات بسبب الجاز. الرشاش ايه بيصرف يعني مش بيصرفش. يا بس ما تنساش لايك للفيديو يا جماعه.